تدارك متأخر للأزمة الصحية وحل اعتبره المسؤولون ناجعاً من خلال افتتاح مركز علاج الحميات في مستشفى الرازي بمدينة جعار في محافظة أبين بعد الانتشار المتسارع للأمراض والأوبئة التي شهدت تزايداً ملحوظاً في أعداد المصابين بها. نحن نمر بوباء وجائحة حميات بالإضافة إلى جائحة فيروس كورونا. عملية التأهيل التي جاءت بدعم من مؤسسات خاصة احتوت على القليل من أسرة الرقود لا تتناسب وعدد الإصابات التي يتم تسجيلها بشكل يومي، حيث تظهر الكشوفات والتقارير الطبية تسجيل ما لا يقل عن 100 حالة يومياً. يوجد 10 أسرة في قسم الانتظار وهي قسم الطوارئ، هذا يعني المريض ممكن يبقى لساعات في قسم الطوارئ. يوجد كل الفحوصات مجانا عندنا من ملاريا الى حمض الضنك الى الاي اس ار والسي ار بي، فحوصات جميعها واضافه الى كل الادويه الخاصه بالحميات متوفره عندنا بالمجان. المركز العلاجي الذي جاء لدعم المنظومة الصحية في محافظة أبين يبدو بحاجة للمزيد من التطوير، خصوصا في ظل الانتشار الكبير للأمراض واعتراف المسؤولين في مكتب الصحة بعدم جاهزية المستشفيات وتعثرها في احتواء الجائحة التي ما زالت تعصف بالمحافظة. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.